التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 79.4%. وزير التربية والتعليم يعلن حصول 6 طلاب على نسبة 100% في امتحانات الثانوية العامة. مجلس الوزراء يعلن أن إجازة عيد الفطر للحكومة 4 أيام اعتبارا من الجمعة وحتى الاثنين. إحالة التحقيقات في الحادث الإرهابي بمعبد الكرنك إلى نيابة أمن الدولة العليا. إيران والدول الست الكبرى يتوصلون إلى مسودة اتفاق بشأن برنامج طهران النووي. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يؤكد أن إيران ستتخلص من 98% من مخزونها من اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق. أوباما يعلن أنه سيستخدم حق النقد ضد أي تشريع يمنع تنفيذ اتفاق فيينا النووي. الاتفاق النووي يسمح بدخول مفتشي الأمم المتحدة إلى كل المواقع الإيرانية المشتبه بها بما فيها المواقع العسكرية مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران تدريجيا. القوات اليمنية والمقاومة الشعبية تحرر مديرية خور مكسر وتستعيد السيطرة على مطار عدن بعد اشتباكات مع الحوثيين. طائرات التحالف العربي تقصف معسكر الحافة بالعاصمة اليمنية. مقتل 13 من المتمردين الحوثيين في اشتباكات مع المقاومة الشعبية جنوب اليمن. الإدارة العامة للمرور تغلق طريق العالمين من الجهتين حتى 15 أغسطس القادم لإنهاء أعمال الإنشاءات بالطريق. مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعا جماعيا والرأسمال السوقي لأسهم الشركات يربح 3.1 مليار جنيه. نلقاكم في نشاط أخبار رأس الساعة من راديو مصر 88.7 FM. راديو مصر في قلب الحدث. ساكت ليه